بناء الجسور مع التراث المشترك، تعاون الشباب الفلسطيني في الخليل وغزة لترسيخ هويته الثقافية. يهدف تعزيز التعاون ونقل المعرفة بما يخص حفظ التراث الحضاري والثقافي الفلسطيني من الطمس من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قامت مجموعات شبابية فلسطينية من مسافر يطا الخليل وقطاع غزة بإطلاق مبادرة تعاون متميزة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب من أجل حماية التراث الفلسطيني الملموس وغير الملموس المهددين بالتهميش والنسيان بسبب الاحتلال الإسرائيلي. هذه المبادرة تتمحور حول مشروعين، هما مشروع انتقال 2030 الذي تم تنفيذه بدعم من الإغاثة الأولية الدولية PUI، ومشروع على أرضنا On Our Land الذي تم تنفيذه بالشراكة بين مركز الثقة والسلام والعلاقات الاجتماعية بجامعة كوفنتري واللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية. مشروع انتقال 2030 هو مبادرة يقود الشباب بدعم من الإغاثة الأولية الدولية. انتقال 2030 برنامج تنمية اجتماعية واقتصادية مبتكر يستفيد من حماية التراث الثقافي اللي بيشمل مجتمعات محلية ومنتفعين في المجتمع المدني المحلي، وبشجعهم على تفاعلهم في موقعين أثريين في قطاع غزة. من عام 2017 قام العديد من العمال والطلاب والمتطوعين في المشروع بالعديد من الأنشطة التي تهدف إلى زيادة الوعي العام بالتراث الثقافي في قطاع غزة، وتم تدريب جميع المشاركين ليكونوا جزءاً أساسياً لأعمال الترميم والتوثيق اللازمة في الموقعين الأثريين دير القديس هيلاريون تل إمعامر والكنيسة البيزنطية في جبالي. مشروع على أرضنا هو مشروع لحماية التراث الفلسطيني اللي بنعيشه في فلسطين، بسلط الضوء على جبال جنوب الخليل ونمط أسلوب حياتهم اللي بيعيشوه، واللي هو عبارة عن مزيج ما بين الحياة البداوة والحياة القرى. الهدف منه تمكين الشباب لاستكشاف الموروث الثقافي والحفاظ عليه. تم تنفيذ المشروع من قبل اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية بالشراكة مع مركز السلام والثقة والعلاقات الاجتماعية في جامعة كوفنتري. قام الشباب الباحثون في توثيق أكثر من 100 ساعة فيديو للناس الكبار في العمر، وغطوا أكثر من 33 تجمع سكني. من الأمثلة على التوثيقات اللي عملناها للحياة اليومية اللي هي المنتجات الألبان والأجبان والزراعة التقليدية والأغاني الشعبية والأعراس الشعبية. وإحنا كشباب أخذنا على عاتقنا إنه رح نحافظ على التراث الفلسطيني في مجتمعاتنا، وصار إلنا دور مميز ونشط في التنمية الاجتماعية والسياسية. خلال اجتماع افتراضي عقد في الرابع من آذار مارس عام 2021، ناقش الشباب في جنوب تلال الخليل وزملائهم في قطاع غزة عملهم في كلا المشروعين اللذان هدفا إلى حماية وتعزيز تراثهم الثقافي المادي وغير المادي. على الرغم من تحديات التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد تمكن المشاركون من مناقشة الدور الأساسي للشباب والمجتمع المدني الفلسطيني في الحفاظ على التراث الثقافي. من خلال العمل معاً تبادلوا تجاربهم وآمالهم والشراكة المستقبلية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة في فلسطين. نجحت هذه المبادرة في الأساس إلى تسليط الضوء على العمل الشباب المشترك في تعزيز القيم البناءة للعمل التراثي والثقافي الفلسطيني، ويأمل القائمون عليها إلى خلق فرص ومناهج جديدة وفعالة للحفاظ على التراث الثقافي بطرق تساهم بشكل مباشر في التمسك الاجتماعي والاستدامة الاقتصادية من خلال فهم ثري للهوية والذاكرة الثقافية الفلسطينية.